السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جيجل لنتعرف على المشروع تاع المستشفى الجامعي الجديد تاع 240 سرير لمدينة جيجل، وكما نعلم أن كل هذه المستشفيات تدخل في إطار خريطة وطنية للمستشفيات الجامعية، واللي تنص على إنشاء مستشفى ذات 240 سرير في كل ولاية من ولاية 58 تاع الوطن، واللي أكيد سوف تدعم المنظومة الصحية في الوطن، بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى في ميدان محاربة السرطان، وكذلك سلسلة من المستشفيات نتاع الطب الجراحي الاستعجالي اللي راح تكون في كل دائرة من دوائر الوطن. إذن هانئا لولاية جيجل، إن شاء الله الأشغال يعني تنتهي في وقتها، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.